الأصدقاء والصديقات سبيس تون. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة حلقات سمارتا وحقيبتها العجيبة. سمارتا وحقيبتها العجيبة. أنا سمارتا، انظروا هذه هي دميتي الجديدة، لها جناحان. سيقام حفل تنكري في مدرستي، سأتنكر بزي الفراشة مثل دميتي. ها، ولكن يجب أن أبتع جناحين أولا من المتجر. سبوتي، أحضر لي حقيبتي العجيبة. يا جهاز الاتجاهات، أنت هنا؟ أنا هنا دائما. إنني هنا للمساندة حين تريد المساعدة، اسألني عن الطريق سأرد عليك يا رفيق، فأنا جهاز دقيق. اسمعني يا هي، أرجو منك أن ترشدني إلى متجر الأزياء التنكرية. لكي تصل إلى المتجر، سيري إلى الأمام على الطريق الرئيسية، ثم انعطف يميناً عند مفترق الطرق. ستجدين المتجر هناك. أشكرك هي. على الرحب سمارتا. يجب أن نصل إلى مفترق الطرق وبعدها نتجه إلى اليمين. هيا بنا لننطلق في الحال. مفترق الطرق، أين سنذهب الآن؟ إلى اليمين. أجل، هذا ما قاله جهاز الاتجاهات. سبوتي، إلى اليمين. مدهش. المتجر كبير جداً وأزياؤه التنكرية متنوعة. الباب مغلق. مكتوب عليه كيرادو بالإسبانية. هون عليك يا سبوتي، فهناك حل مناسب لكل مشكلة. أها، يمكننا أن نستعين ببرنامج الترجمة توكي ليخبرنا كيف نقول كلمة افتح بالإسبانية. علم بديع، أهوى الترجمة وفيها سريع. إن كنت تبحث عن حل ملموس، تعال واسأل.
أخبرنا رجاءً، ما لفظ كلمة افتح باللغة الإسبانية؟ كلمة افتح بالإسبانية هي أبييرتو. أبييرتو؟ حسناً، شكراً لك. على الرحب والسعة. ساعدوني على فتح الباب رجاءً. قولوا أبييرتو. أبييرتو. جيد، ولكن ارفعوا أصواتكم أكثر. أبييرتو. لقد نجحنا وانفتح الباب. مذهل، انظروا يا أصدقاء، مدهشة. ها هي ذي أجنحة الفراشات. الآن سأجرب الأجنحة الصفراء. لونها يشبه لون الشمس الساطعة. سأجرب الزرقاء، إنها جميلة وهي بلون السماء الصافية. سبوتي، وجدتها. سأجرب الأجنحة الخضراء، إنها بلون أوراق الأشجار. سبوتي، ترى هل أعجبتك الأجنحة؟ أحتاج إلى زهرة جميلة لأحملها بيدي. الألوان والأشكال كثيرة، ساعدوني على اختيار أحدها. الأسود؟ لا. البنفسجي؟ لا. الزهرة الخضراء؟ أجل. حسناً، سأشتريها. ترى ما مجموع 50 مع 50؟ الناتج 100. الآن سأذهب إلى الحفل. أصدقاء وصديقات سبيس تون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة حلقات سمارتا وحقيبتها العجيبة.